إذن هذا هو المدخل ديال القاعة السينمائية ديال سيدي بوكر. أنا كان يديرو الصف باش وأنا حجزت التذاكر ديال سينما المغرب، أو عفوا أول سينما أو أول قاعة سينمائية في المغرب. السلام عليكم ورحمة الله. هذه أول قاعة سينمائية بالمغرب هنا بجامعة سيدي بوبكر إقليم جرادة. هذه هي أول قاعة سينمائية في المغرب. هي المنصة الهيكل العام في حالة جيدة، فقط السقف الآن تقريبا غير الحمام هو اللي راه ساكن هاد القاعة هذه. هذه هي أول قاعة. نتمنى وزارة الثقافة والمركز السينمائي المغربي يديروا واحد الالتفاتة لهاد القاعة هذه، القاعة السينمائية الأولى في المغرب. يعني الهندسة ديالها جميلة، الترميم ديال هاد القاعة من المسؤوليات وزارة الثقافة والمركز السينمائي المغربي. لا يعقل أول قاعة سينمائية في المغرب كتوقع على هذا الحال. أتمنى بالفعل مجلس الجماعة ما غاش يكون عنده الإمكانيات، ولكن وزارة الثقافة والمركز السينمائي عندهم كل الإمكانيات باش يرموا هذه المعلمة هذه. أنا دي قرية سيدي بوكر إقليم جرادة، ولكن ما بعدش على وجدة بزاف.